بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا كبار ويا صغار. غلاوتكم بقلبي مد وحبكم أمطار. بدي أحكي لكم اليوم قصة لا طويلة ولا قصيرة عن الحسد والطمع والمكر والغيرة وكيف الشيطان بيلعب بعقل بني آدم وبيزرع فيه الشر ليدمر العالم وكيف الحسد بياكل صاحبه أكل والشر لما بتطلع ريحته تطلع على الكل. بادير بالك يا إنسان لأنه القصة بتبدأ دايما من العين ولسان. وهلأ صلوا لي على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. هذا يا سيدي كان في بزماناته بأيام قبل الكهرباء بشوي حيث كان في باب بور الكاز وكانت واصلة المي. كان في جارين ساكنين بفرد حارة الحيط على الحيط، حارة من حارات هالشام مرسومة بالإبرة والخيط. واحد الله عاطيه تاجر عنده محلات ومستودعات وعمال وصنايعية وعربايات، بالبيت عنده خدم وحشم عم يشتغلوا دوم وغرفة للقعدة وغرفة للضيوف وغرف للنوم. وكانت أرض دياره كبيرة وعنده مرأة اسمها وداد، عايش هو ومرته لحالهم لأنه ما كان بيجي أولاد. وكان يجي بس يخلص شغله يلاقي كل شيء بالبيت بمحله، وصفرته كانت عامرة كمان أشكال وألوان يا ريان. يغسل إيديه ويسمي وياكل هو وساكي، بس يشبع يرجع لورا ويجوا الخدم يلموا الصفرة ويضل عم يتصفر بالحيطان شغلة ساعة ساعتين، يا يجمع ويطرح ليشوف شو في إله عند هالناس دي. ومرته حالها ما بيصير حبيب ولا صديق، ما بتعرف لحال مالك الدنيا بس دائما عم تشكي من الدين. والتاني كان فقير معتر تعتير، بيشتغل مصلح بوابير، مستأجر محل صغير متر بمترين، وبيته يلي عم نحكي عنه كان أخده بالدين. وكمان بيته كله كان غرفتي، وحدة تحت للقعدة وللضيوف والتاني فوق للنوم، وجنبها سطح مكشوف. وكان متجوز وعنده عر ولاد، ومرته ظريفة ما بها شي اسمها سعاد. وكان بهالليل لما يخلص شغله يضب أغراضه ويسكر محله ويركب البسكليتة ويروح على البيت. يجي تعبان هلكان مشحر شكله بضحك قد ما بقلك وأكتر. يفوت بسكليته ويحطها ورا الباب بالعرض ويشلع وعي ويرميهن على الأرض. وتكون مرته سعاد مسخنت له هالمي بالتنكي يتغسل وينضاف وما يصفى فيه ولا وتكي، وتغسل له وعي على السريع تبحهم بح وتنشره، وتكون ضاب بهالولاد مركنتهم ومنيمتهم. يقعدوا سوا يتعشوا ويتساير وطعميها وطعميه ويسقيها بإيده وتسقي. اشتيتك بهاللقمة ابن عمي، كل قد ما فيك وعس إن شاء الله صحة، وأنا مطرح ما يسري يمري ويقس. وإنتي كمان خذي هاللقمة من إيدي بنت عمي، ريته يقبش ويكفن عرقي وهالدم دمي. وبعد ما يخلصوا العشاء يتسايروا، تسألوا عن شغله وتطمن عليه ويتطمن عليها، يسألها عن البيت والأولاد إن شاء الله ما عذبوها، تحكي له يلي ببالها وتفش قلبها له هيك ليخلص الحكي كله. يقوم الرجال يفضي هالتنكة ويقلبها ويدق عليها كأنه دربكة، وتفزل لك أم عزه سعاد يعني، تغمز له بعيونها وتقوص له وتربط خصرها وتبلش ترقص له، ويقضوا هالليل كله رقص وفقش ويخلصوا يناموا على الأرض لأنه ما عندهم عفش.
وكانوا مبسوطين ومروقين ومكيفين كمان، بس كانت أحيانا صوتهم توصل لعند الجيران. كانت جارتهم وداد تطلع لفوق وتتناوى عليه وعليها، تحسدهم على هالسعادة يلي هنن فيها، وتقعد تبكي وتتحسر على حالها وتتذكر من زمان كيف كان جمالها. المهم يا سيدي، ضلوا هالجارين على عادتهم كل يوم، هذا يجي ياكل ويحسب ويجمع ويطرح ويقوم، والتاني يجي يغسل ويتعشى ويقلب التنكة ويبلش هو يدق ومرته تعمل له كم حركة. وهالجارة الغنية وداد قاعدة عم تتنصت وتتطلع فيهم، وقلبها مثل النار حارتها الغيرة منهم. وبيوم بعد ما خلص عشاها الأكابر قالت له مرته: شوف يا سيد راسي أبو زهير، أنا ماني عم أحكي لإزعجاك ولا قصدي كدر لك نهارك وقفل جاك، بس يا جوزي والله قلبي مثل النار وقالي راح يطق وغيراني، وكل يوم عم شوف جيراننا مبسوطين ومالي أدراني، يعني بصراحة مع كل هالفقر اللي هنن فيه والتعتير عم يضحكوا ويلعبوا وكل شي عندهم بيصير، وليك لأن احنا الله عطينا كل شي من الحجار للودع للزهر، بيتنا بكبره وصغران عليه دايق غلقي فيه وحاسسته قبر، والشغلة مو شغلة أولاد ما أولاد، بس في شي مخليهم مبسوطين ونيقع عن هالعباد. بدي اياك يا جوزي تعطيه قرشين لهالرجال، بركي بيصير معه عملة ويتغير الحال، منه بتكسب صدقة بجارة وبتصاحبه، ومنه منشوف إذا كان صحيح هالمال قتال صاحبه. وضلت هيك طوال الليل عم تدق عليه وعم تجيب الكلام الناعي لحتى وافق ورضي يعمل مثل ما بدها وراح نايم. وتاني يوم لطيله لجاره بعد صلاة الصبح بالحارة، وأول ما شافه سلم عليه بحرارة وقال له: وينك يا أبو العز؟ من زمان ما عاد شفتها، بس ما تكون زعلان ولا عاد عرفتني ولا عرفتها، لازمك شي؟ بدك شي يا جاري؟ والله الناس لبعضها والجار للجار، هيك وصانا الباري. لا يا جار شو هالحكي، نحن بيتنا جنب قصرك وما بيطلع لنا نزعل منكم، ونحن بعد أمرك، بس الحالة تعباني وما في شغل كتير دائرة، والحكي بسرك يا جاري، انت بتأمر وبتمون شو ما صار، طلب وتمنى وتكرم والجار للجار. ومد ايده ابو زاهر على عبه وطالع صرة مصاري وحطها مجنبه وقال له لابو عزو: خود جبور بخاطري ولا تردني خايل، هي هدية لله مشان يبعد عني وعن اهل بيتي المصايب. ومد ايده ابو العز واخذ الصرة المجنون، وكان رح يبوس ايده لابو زاهر من كتر ما كان ممنون، وما دري انه بهالصرة ساكنة تعاسته وتعاست اهل بيته المسكين العمى على قلبه من فقره وحاجته وقلت زيته، وراح ركض على البيت فرحان واخده الجو، وطلع لفوق على غرفته وشعل الضوء، فتح كيس المصاري وفضاع التخت وعدهم طلعوا 10 ليرات ذهب، انبحتوا له بحت، قام فتل راسه وزاغت عيونه، وركضت مرته جابت له ليمونة وهي كمان انسطلت وصارت تقرص حالها مثل المجنونة، وقعد بالبيت ما قدر يوميتها يروح على الشغل يا شحاري، وضل طوال النهار عم يفكر شو لازم يعمل بالمصاري. ورب بكرة بدبر بكرة وتصبحوا على خير.